اليوم نحن موجودين بوحدة من أجمل وأرقى المناطق بالعاصمة بيروت، وهي منطقة الحمراء. هالمنطقة يلي استقطبت على مر السنين المثقفين والأدباء والشعراء، كانت بالعهد العثماني منطقة زراعية بامتياز، فيها جلول وبساتين بتمتد لراس بيروت، وكانت خالية من السكان وطرقاتها كانت وعرة، والوصول إلى ما كان بالأمر السهل أبداً. وبعام 1866 انبنت على أطرافها الجامعة الأمريكية، وكانت تسمى أنذاك بالكلية السورية الأنجيلية. وقت انبنت هالجامعة أهل بيروت تعجبوا، لأنه هالمنطقة كانت بالنسبة لألون منطقة برية ما حدا بيقصدها وفيها حيوانات مفترسة. ولكن مع الوقت شكل هالصرح التعليمي عامل جذب قوي لسكان بيروت ولكل اللبنانيين يلي حابين يتعلموا، وبدأ الحراك الديموغرافي يتجه نحو هالمنطقة بالذات وللمناطق المجاورة. وشوي شوي بلشت هالمنطقة تعمر أكثر وأكثر، وانبنت فيها البيوت وانشقت فيها الطرقات وانبنت فيها الأسواق، وصارت وحدة من أهم وأعرق المناطق الموجودة ببيروت. وبلشت هالمنطقة تستقطب الكتاب والشعراء والمثقفين من بيروت ومن العالم العربي، وصارت تضم أعرق المجلات والصحف، كما شكلت عامل جذب للكثير من الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وشهدت أكبر دور للسينما وللمسرح بتاريخ لبنان. وما فينا ننسى أيضاً الإذاعة اللبنانية والجامعة اللبنانية، بالإضافة للبنك المركزي يلي عطوا هالمنطقة قيمة مضافة. هالمنطقة مثل غيرها من المناطق البيروتية تضررت من الحرب اللبنانية، وتراجع نشاطها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتربوي، ولكنها ما استسلمت ورجعت بالعام 1992. استقطبت الحفلات والمهرجانات ورجع سوق التجاري ينبض من جديد، ورجعوا رواد مقاهيها يلي أعادوا الحياة لإلها ولشوارعها. أما بالنسبة لتسميتها فهناك روايات عديدة، منها أن أمراء بني الحمراء يتقدمهم الأمير الشيخ محمد الحمراء هن أول من سكنوا بهالمنطقة بعد ما توطنوا بباطن بيروت لسنوات طويلة. وفي زاوية بوسط بيروت اليوم حد الجامع العمري الكبير اسمها الحمراء، نسبة لهالقبيلة يلي اجت من الأندلس لمصر لبلاد الشام من ثم البقاع، فباطن بيروت قبل ما ترجع تنتقل لهالمنطقة ويلي تسمت على اسمها، ولليوم اسمها بعده ما تغير الحمراء.